أول خبر معانا النهارده هيكون خبر فوز الأهلي في مباراته امبارح ودق حصون فريق الاتحاد السكندري بثلاث أهداف مع خروجه بشباك نظيفة علشان يكمل انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الممتاز ومواصلته التحليق في قمة جدول ترتيب البطولة اللي بيسعى لاستعادة لقبها اللي غاب عنه الموسمين اللي فاتوا، وبكده الأهلي بيرفع رصيده ل 18 نقطة محققا العلامة الكاملة.